خلينا كمان نروح للجالية المصرية في الإمارات، ومعانا دلوقتي عبر الهاتف الدكتور شعبان رأفت رئيس الاتحاد أو اتحاد المصريين بالخارج فرع دولة الإمارات. صباح الخير على حضرتك وكل سنة وانت طيب. كل صباح الخير يا فندم، كل عام وحضراتكم بخير ومصر الغالية بخير. عيد سعيد بقيادة الرئيس عبد الفتاح الفترة الجديدة، وإن شاء الله عيد مبارك عليكم جميعا. كل سنة وحضرتك طيب وعيد سعيد عليكم يا رب. كلمنا بقى كده عن أجواء الاحتفالات بين الجالية المصرية بعيد الفطر المبارك في دولة الإمارات. والله حضرتك الأجواء الاحتفالات بالعيد بتبدأ من صلاة العيد في الصباح، وحضرتك عارف إن الإمارات متقدمة في التوقيت عن مصر بحوالي ساعتين. استقبلنا العيد بصلاة العيد في المساجد، وبعد كده بالإفطار بتبادل التهاني، ثم النزول للأماكن اللي هي العامة المخصصة في الفترة ديت أو المناسبة ديت، سواء في المولات التجارية أو الحدائق العامة أو الزيارات العائلية والأسرية بين أفراد الجالية بعضهم وبعض. طيب يعني خليني أسأل حضرتك، إيه هو وجه يمكن التشابه ما بين الاحتفالات في مصر والاحتفالات في الإمارات؟ حضرتك نفس أوجه التشابه، نفس العادات والتقاليد بعد الإفطار وتلقي التهاني عبر الهاتف، السلام والتصافح بين الجيران وبعضها اللي هي مثلا اللي فيها يعني جالية مصرية، سواء في بناية واحدة أو في الأماكن المختلفة، في أماكن سواء مثلا الحدائق العامة أو الأماكن الترفيهية بيتم الالتقاء فيها على مدار اليوم بالكامل، بيبقى أجواء نفس الأجواء المصرية وأجواء أسرية كمان. ما احناش حاسين ان احنا في وضع مختلف او في دولة اجنبية، احنا في دولة عربية وتعتبر بلدنا الثاني. نفس الفرحة اللي موجودة بيننا وبين الاهل في مصر لو موجودين في المناسبة ديت في مصر. يعني ما فيش احساس بالغربة دكتور شعبان، يعني دايما اي مصري موجود خارج مصر يعني خلال فترة العيد او الاعياد عموما يقول لك انا ما بحسش بالعيد الا في مصر، العيد في مصر حاجة تانية. ازاي بتتغلبوا على احساس الغربة ده كمصريين مع بعض؟ يعني انه بالفعل التجمع عامل اتفضل يا فندم، ازاي بتعملوا انشطة كأنك عايش بالظبط في مصر؟ يعني سواء مثلا في النادي المصري او في الحدائق او في المولات التجارية، في تلاقي كبير بين افراد الجالية وبعضهم، وديت ده اليوم اللي بيبقى يعني فرصة أكبر جدا لتبادل التهاني والزيارة الشخصية، يعني خصوصا إن في أجازة العيد في دولة الإمارات تعتبر يعني حوالي أسبوع كامل، فدي كانت فرصة كبيرة جدا إن يتم الخروج، خلاف بقى لما تكون الأجازة يومين أو ثلاثة أيام، الأمر بيبقى مختلف لأن هنا الأجازة كانت كبيرة جدا، وطبعا الإمارات باعتبارها دولة تعتبر سياحية، فرصة كبيرة جدا للناس بعد صلاة العيد، الناس نزلت تقابلنا مع بعض، تبادلنا التهاني، الخروج وكأن احنا موجودين في مصر بالضبط، مفيش أي اختلاف، لأن معظم الناس الأسر بتاعتها موجودة معاها، حتى اللي مش معاه أسره يعني له قريب أو صديق بينزل يقضي يوم العيد معاه. طيب يعني يمكن مؤخرا بقينا بنشوف اهتمام كبير جدا بالاطفال هنا في مصر في المساجد وفي الساحات العامه وفي الحدائق، يعني بنشوف مثلا توفير ليهم بلالين حلويات عشان يعني يكونوا عايشين اجواء عيد بامتياز، يعني هل قدرتوا ان انتوا تحققوا الاجواء المميزه دي للاطفال وهم كان دورهم ايه في الاحتفالات دي؟ نفس الشيء موجود في دوله الامارات ايضا، الاماكن الترفيهيه بالنسبه للاطفال وخصوصا في المناسبات دي موجوده، هي موجوده على مدار العام، ولكن ايضا الفرصه زي ما قلت لحضرتك ان ده يوم عيد، فالامر مختلف ان معظم الناس كلها خارجه لتقضيه يوم جميل مع الاسره مع الاطفال مع الاهل مع الاصدقاء، نفس الاجواء وحضرتك يعني جو جميل جدا، الطقس برضه في دوله الامارات حاليا جميل ساعد على الخروج،
أماكن الترفيه كتيرة جدا، أماكن التسلية كتيرة جدا بالنسبة للأطفال أو حتى بالنسبة للكبار كمان. بنشكر حضرتك يا رب دايما في أفراح وأعياد، وكل سنة وحضرتك طيب، والجالية المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بكل خير وسعادة. دكتور شعبان رأفت رئيس اتحاد المصريين بالخارج فرع دولة الإمارات.